كمان غازي المحله النهارده فاز 2-0 على الاتحاد السكندري. باولين فوافي الهدف الاول في الدقيقه 31، والهدف الثاني سجله احمد الشيخ. دي بالنسبه لي بتقول حاجات كتيره قوي. مباراه كبيره بصراحه لغازي المحله اللي عامل موسم رائع جدا مع بابا فاسيليو. بابا فاسيليو اداء مبهر ومدهش. بابا فاسيليو على فكره النهارده نفى فكره او الانباء اللي اتقالت ان هو هيمشي من غازي المحله. الكلام هو مكمل مع الفريق وعامل معاهم اداء حلو، اداء كوره يعني حلوه ونتائج جيده جدا. الاتحاد اصلا من افضل الفرق اللي بادئه في الدوري هذا الموسم، وغازي المحله من الفرق الرائعه اللي بادئه هذا الموسم. يقدر غازي المحله يكسب بهدفين نظيفين النهارده، فدي نتيجه رائعه جدا لغزل المحله، يستحق عليها الفريق الاشاده ويستحق عليها الجهاز الفني ايضا الاشاده بقياده بابا فاسيليو. ده الجون. دي كانت فرصه مهمه مش الجون. طيب